كرة بعيدة وستعود من 6 أمتار. الآن لنشاهد هذا الريبلاي للمحاولة الأخيرة والتسديدة المتميزة. شوف الانطلاق، ضربة في اتجاه المرمى، كرة في الجول. أكيد الهدف الأول أعطى ثقة في إمكانياته، والآن يجيب هدف آخر. ليس من السهل مواجهة الحارس وجها لوجه، ولكن هذه الحركة أسفرت عن الهدف. نظرة أخرى للهدف من زاوية مختلفة،